انا ماير محمود خليفه، عندي 19 سنه، بلعب تحت 18 سنه. هو انا اصلا كنت بدات بباسكت بول، بس انا ما حبيتش اللعبه بالصدفه، يعني دخلت الفولي. هي لعبه يعني هي اقل عنف من الالعاب الثانيه، وبسطت يعني فيها جدا، يعني لما لعبتها حبيتها قوي. كره الطايره تعتبر من اهم اللعبات الجماعيه في الرياضه كلها، لان كره الطايره اللعيب فيها اول حاجه فيها عناصر اللياقه البدنيه كلها اللعيب بينفذها، سواء رد فعل، سواء مرونه، سواء رشاقه، سواء وزن، كل عناصر اللياقه البدنيه بينفذها اللعيب بتاع كره الطايره. يعني ما ينفعش لعيب كره الطايره ما عندوش رشاقه لانه بيلف ويتحرك في الهواء ويضرب، ما ينفعش ما عندوش مرونه، ما ينفعش ما عندوش رد فعل. فاكتر عناصر محتاجه اللعيب عناصر اللياقه البدنيه. لعيب كرة الطايرة لازم يكون عنده العناصر دي متوفقة، ولازم يكون عنده العناصر دي بينمي فيها باستمرار، لأن دي اللي بتخليه لعيب وبتخليه واقف في الملعب عارف يلعب خمس أشواط ورا بعض، لأن اللعبة بتاعتنا خمس أشواط ورا بعض، ممكن اللعيب يفضل ساعتين بيلعب في الملعب ما بيخرجش، فلازم يكون عنده تحمل، لازم يكون عنده رد فعل، لازم يكون عنده رشاقة، ده بلس زائد المهارة. لو عندي بطوله طبعا بركز في البطوله، او اكيد فبهتم قوي بالرياضه ساعتها وبالتمرين وبالمعسكرات والبطوله. انا علاقتي بزمايلي دي اهم حاجه، يعني قبل التمرين لازم يبقى ما بيننا ذكريات حلوه وحاجات حلوه دايما، عشان ده اللي بيخلي التيم ورك بيعلى ما بيننا. ماير خليفه جوه الملعب البنات بتحبها قوي، وبره الملعب بيحبوها قوي. لما بتلاقي لعيب الفرقه كلها مجتمعه عليه ان هو لعيب محبوب، يبقى اللعيب ده فيه ميزه. الميزه بتاعته انه لامم الفرقه حواليه، ده اول حاجه. تاني حاجه جوه الملعب لعيبه جامده. يعني ايه جامده؟ لعيبه لما المدرب بيقول لها نفذي حاجه بتنفذها. جوه الملعب في الماتشات مفيش هزار خالص، بتبقى بتلعب على البطوله، بتلعب ان هي تكسب، مركزه قوي. واللعيب اللي بيركز تاخد منه بطوله، وماشيه ما شاء الله الفتره اللي فاتت حلوه قوي، لولا الاصابه قعدت فتره في الاصابه بس رجعت، ورجعت عندها حماس اكتر ان هي تلعب وتاخد بطوله. فدي اهم حاجه، لما تلاقي اللعيب جاي يلعب بحماس تعرف انه لعيب مميز، وهي عندها حته الحماس ده قوي قوي. لسه عامله عمليه، لسه راجعه منها، بحاول ان انا ارجع يعني ان شاء الله. واحلى حاجه طبعا لما بنحقق بطوله او بتبقى حاجه صعبه بالنسبه لنا، حاجه مستحيله، الناس كلها بتقول لا مش هنحققها، لا مثلا عندنا اصابات، لا مش مستعدين، ففي الاخر بنحققها. مهاره الكره الطايره من المهارات الصعبه، مش بتعلم من يوم وليله، لا ده لازم بتعلم تاخد فتره، والمدرب لازم ينمي فيها، لازم قبل ما يبدا يدي فيها ستايل، وازاي ينمي الستايل، وازاي يدي حركه، عناصر مرتبطة ببعضيها، وإزاي المدرب الناجح يقدر يربط العناصر دي ببعضيها عشان يطلع بلعيب بفورمة، ويقدر اللعيب ده يكمل وبعد كده يمثل منتخب مصر في الدوري وفي البطولات الأفريقية وبطولات العالمية. أكيد بنقعد نتكلم مع بعض، اجتماعات مع كابتن، اجتماعات ما بيننا وما بين بعض، وإحنا في المعسكرات مثلا قبل أي ماتش مهم، قبل الماتشات العادية، في الباص وإحنا رايحين الماتشات، في الأوضة، كلامنا كله بيفرق جدا معانا، بنحفز بعض وبنتكلم كتير قوي مع بعض. أكيد دي أكتر حاجة حلوة أصلا في النادي الأهلي، إن أنت لما بتقعي مش بتحسي خالص إن أنت لوحدك، بالعكس بتلاقي الناس كلها حواليكي، الناس كلها بتكلمك وبتطمن عليكي وبيقولوا لك إن أنت هترجعي وهترجعي أحسن من الأول كمان. اللعيب في الكرة الطايرة بتبان من صغر. اللعيب بيبقى باين إن هو هيكمل ولا لأ. اللعيب بيبقى طويل القامة، عنده حركة، عنده فوتورك كويس. انا كمدرب ازاي انميها، ازاي اوصل اللعيب ان ينمي المهاره عنده وينمي عناصر اللياقه البدنيه عنده، سواء بنميها بسرعها في سرعه في الاداء. دلوقتي كل الفولي كله، كل الكره الطايره سرعه، محتاجه سرعه، سواء سرعه في المهاره، سواء سرعه في عناصر اللياقه البدنيه، ازاي تجري بسرعه، ازاي تضرب الكره بسرعه، السرعه بتدي قوه. فازاي انمي السرعه؟ بنمي السرعه دي عن طريق تمارين كتير قوي ورا بعض. ازاي اقوي اللعيب في الجيم واعمل له برنامج في الجيم يقدر ياهله بعد البرنامج ده، ندي له سرعه يقدر ياهله انه في الملعب يلعب بقوه قوي. فدي اهم حاجه في ان انا انمي اللعيب، ان اوصل باللعيب اللي انا شايفه لعيب ينفع
او لعيب هيكمل في البولي ان انا اوصله ان هو يبقى لعيب منتخب مصر ولعيب يمثل النادي الاهلي ولعيب يحقق بطولات. اللعيب اللي بيحقق بطولات بيبان من بدايته، بيبان من الصغر، لعيب عنده انتماء للنادي، عنده انتماء ان الكره ما تقعش. كل ده بيبدا المدرب يطوره، بيبدا المدرب يديله ازاي ينمي فيه حته اللعبه، حته النادي الاهلي، حته ان النادي الاهلي ما ينفعش يخسر، ما ينفعش رايح ماتش متوقع الخساره، ما فيش حاجه اسمها خساره. لازم اللعيب من هو صغير في النشأة ازاي يطلع اللعيب بيكسب. مفيش لعيب في النادي الاهلي داخل انه هيخسر او انه في هيلعب على تاني تالت، لا هو اول لعيب، لو ما لعبش على اول يبقى ملوش هدف، ما ينفعش نلعب في النادي الاهلي. دول اهم ناس طبعا، هما كانوا البدايه اللي بداوا معايا كل حاجه، ان هما بيتعبوا معايا في ان هما بيوصلوني تمارين وعلى طول معايا، ونطلع من مدرسه من زمان مدرسه على التمرين، ويساعدوني في كل حاجه لحد طبعا دلوقتي محدش سابني فيهم الحمد لله. على طول معايا، بيجوا التمارين، بيجوا ماتشاتي، دايما بيحفزوني قبل اي ماتش، قبل اي حاجه لما بتصاب، هما على طول اول حد في ظهري يعني. استعداد للبطولة طبعا بتفرق، بس يعني في حاجة ستاندرد تبقى موجودة، ان احنا طبعا الحافز والكلام والكلام ده كله مع التمارين والمعسكرات، بنتمرن صبح وبالليل، بندخل معسكرات، بس يعني بيبقى في خطط طبعا، وبنتفرج على فيديوز للفرق التانية، لازم نشوف ايه نقط الضعف والقوة بتاعت اي فرقة قدامنا، كل واحد يحفظ هيعمل ايه بالظبط لكل ماتش يعني. مهم قوي في اي رياضة العنصر النفسي، العنصر النفسي لنسبة، انت لما تيجي بتوزع الخطه بتاعتك بتدي كل واحده عنصر نفسي. اللعيب لازم في وقت معين تعلي الروح النفسيه فيه، يعني انا داخل على دلوقتي فتره نهايه القاهره، فاضل لي ماتشين ولا حاجه، لازم بقعد مع البنات اتكلم معاهم، انتوا ابطال، انتوا من صغركم وخدتوا ميداليات، احنا بنلعب على البطوله، احنا بنلعب عشان فرقنا الحمراء، نلعب باسم النادي الاهلي، كل ده نفسي. لقيت اللعيب في عنده توتر، بجيب اللعيب اساله في ايه في المذاكره، في ايه في البيت، في ايه، بحاول اقرب للعيب قوي. لو المدرب قرب للعيب، اللعيب بقى صديق ليه، مع احترامي برضو في الملعب هو مدربه، بره الملعب يا كوتش في عندي مشكله، المشكله دي بيقدر المدرب يحلها، انت نجحت مع اللعيب، اللعيب هيقدر يديك اقصى حاجه عنده عشان خاطر المدرب، عكس ما بيلعب. يعني احنا بنلعب على اتجاهين، اولا اللعيب بيدي اقصى حاجه عشان خاطر النادي الاهلي، عشان خاطر المدرب، كده انت نجحت، هيطلع فول باور بتاعه، وهو ده اللي احنا مطلوب مننا كمدربين. حته النفسي دي لو اي مدرب اشتغل عليها هينجح جدا. لو اطفال صغيره حببتهم من هم جايين، جبت لكل لعيب بونبونايه نجح قوي، هم عندهم 8 سنين لعبه صغيره حبوا يجوا التمرين، اللعيب وهو عنده 8 سنين حب يجي يتمرن، خلاص كده العامل النفسي عالي عند اللعيب، هيجي يتمرن على طول. طب لما اللعيب بقى بيكبر، لما اللعيب بيكبر بيبدا العامل النفسي بيتكون بشكل تاني، ما ينفعش لعيب صغير كبير اجيب له حاجه صغيره، او لا انا هتكلم معاه انه ازاي يحب المدرب، ازاي يبقى العلاقه بينه وبين المدرب علاقه صداقه. جوه الملعب هو الكوتش بتاعه، ليه احترامه، ليه كل حاجه، بره الملعب انا بحمس اللعيب قوي واقول له انت بتلعب بروح الفلنة، بتلعب على البطوله، ما ينفعش نلعب الا على اول، النادي الاهلي عمره ما بيلعب الا على اول. دي اهم حاجه، واهم حاجه في العنصر لو رتبنا الوحده التدريبيه هتلاقي المدرب اهم حاجه عنده العامل النفسي. نجح بالعامل النفسي هيبدا ينجح بالعامل البدني، هيبدا ينجح بالمهاري، هيبدا ينجح بالخططي، تكون وحده تدريبيه ناجحه، وهو ده الهدف. انت ككوتش جاي عايز تنجح الوحده التدريبيه، هتنجحها بالعناصر اللي انا قلتها لحضرتك. طبعا اسم النادي الاهلي ده كبير جدا، هو يخوف اي فرقه مهما كانت، انك هتلعبي النادي الاهلي دي حاجه كبيره قوي، وطبعا ان انت تكوني بتلعبي في النادي الاهلي انت بيديكي ثقه، حتى لو انت داخله مش مستعده للبطوله دي او الماتشات دي، لا اسم النادي الاهلي هو كمان اللي بيجيب البطوله لوحده، فرق كتير طبعا في شخصيتي اصلا. الرياضه عامه
والتعاملات مع مجتمع رياضي بتفرق جدا في الشخصيه، بتعلمك حاجات كتير قوي، بتشوفي ناس كتير وبتتعلمي حاجات، تقابلي مواقف. طبعا بنسافر مع بعض، طبعا الغنى في الباص، واللي على طول بنخلص ناكل مع بعض، بنخرج مع بعض، ما بنضيعش دقيقه يعني، دايما مع بعض في الملعب. لو في اي بنت راح مننا، يلا يا بنات يلا نقرص، يلا نشجع، يلا هناخد الشوط، هناخد الماتش، فدي حته روحها حلوه. جوه الملعب لما بيطلب منها حاجه انا ككوتش بتنفذها، فده اللعيب المميز، انه بيسمع كلام الكابتن وينفذ كل الخطط وكل الحاجات اللي الكوتش بيقول له عليها. لما بتيجي لعيب بيغلط بتروح تقول له يلا معلش ولا يهمك والعب، فروحها حلوه، فبتخلي الفرقه كلها ملمومه حواليها، والفرقه كلها لما تلم على عنصر يبقى العنصر ده ناجح، فهي روحها حلوه مع البنات. انا صعده فيرست تيم، طبعا كانت حاجه كبيره قوي، هو حلم لاي ناشئه او ناشئ، هو كانت حاجه كبيره جدا. فلما صعدت طبعا بتبداي بتفتح لك حاجات كتير، تبدا يعني بتفكيرك نفسه ايه ده، لا انا كده وصلت لستيب حلوه لازم اكمل، يديكي حافز ان انت تفضلي تستمري على مستوى وتعلي كمان، تلعبي مع مستويات اعلى حتى لو لسه مش بتلعبي في الملعب، تلعبي مع مستويات اعلى وبتاخدي خبره، لحد بقى ما بتبداي تشاركي معاهم وتلعبي وكده. الموضوع ده بيفرق كتير قوي 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 في خبرتك وفي لعبك. لعبه الكره الطايره لعبه جماعيه، لازم كله تمورك واحد مع بعض. تلاقي لعيب مميز في الحته النفسيه، لامم الفرقه حواليه، فما يار من الشخصيات دي جوه الملعب. لما الفرقه حواليها، البنات بتحبها، بتسمع كلامها، لما في بنت يجرى لها اصابه او اي حاجه اول واحده بتروح عليها ميار، لما بتاخد توجيهات من المدرب بتسمع الكلام، لما اي لعيبه تنشن مع المدرب بتروح تقول لها اسمع الكلام ده كوتش، عايزين نكسب، عايزين بطوله، هي دافع مع المدرب في الفرقه. التركيز، بشوف ايه نقط ضعفي اللي موجوده وبشتغل عليها اكتر، وطبعا مش بسيب النقطه مثلا انا كويسه فيها لا لازم اشتغل عليها، بس بدي نقط ضعفي حجم اكبر في التمرين واركز عليه. كل واحد بيبقى جواه طموح من جواه ان هو عايز يوصل لحاجه معينه، عايز يكبر. انا لا مش راضيه ان انا يعني انا الحمد لله صعدت فيرست تيم، لا مش راضيه، لا عايزه ابدا اشارك، لا عايزه ابدا العب، لا ابدا ابقى اساسي، كلامنا كله خطوه بخطوه يعني ان شاء الله. طبعا اي بطوله بنخشها بيبقى طبعا الحافز بالنسبه لنا ان احنا ناخد البطوله، دي بتبقى اهم حاجه. هي من بطوله لبطوله بتفرق، من احنا صغيرين طبعا الموضوع كان بيبقى لسه مش فاهمين قوي، احنا صغيرين لما بدانا نكبر بدانا طبعا نقعد مع بعض بنتكلم قبل اي ماتش، قبل اي بطوله لازم نتكلم مع بعض كتير، بنحفز بعض. طبعا من بطوله لبطوله الموضوع بيفرق، حلاوتها بتفرق في الصغيرين اكيد، الموضوع في الكبار في الفيرست تيم بيبقى احلى كتير. بس انا مثلا احلى بطوله بالنسبه لي كانت البطوله بتاعه افريقيا اللي فاتت، مش دي كانت اول خطوه ليا في الفيرست تيم. بس طبعا البطولات كلها ليها طعم، كل بطوله ليها طعم يعني. اتوقع لها ان شاء الله في المستقبل تبقى لعيبه ثلاثه هايله من العناصر المميزه في المنتخب، وهتلعب مع المنتخب الفتره القادمه ان شاء الله، لان هي لعيبه مميزه وعايزه تيجي تتمرن باستمرار عشان تحقق بطوله مع النادي بتاعها. ولما اللعيب يكون عايز يحقق بطوله بنستناه ان شاء الله مستقبل كويس قوي في الكره القدم. دخلت المنتخب سنه 2014، طبعا دي كانت حاجه كبيره قوي، حلم اي حد بيلعب، دي كانت حاجه كبيره جدا. كانت بطوله افريقيا في الجزائر، طبعا الموضوع كان صعب جدا، انا ساعتها برده كنت مصابه ولسه صغيره، فالموضوع كان بيبقى صعب. الحمد لله اتخذت ساعتها، ودي كانت اول بطوله ليا وكسبناها الحمد لله. والموضوع طبعا في المنتخب برده بيبقى احلى، في تاخدي منه اكسبيرينس كويسه قوي للبالي، بتلعبي ناس لعبهم مختلف شويه عن اللي في مصر، سواء في افريقيا او في العالم، اكيد في العالم في بطولات العالم اكيد الموضوع بيبقى مختلف، في اكسبيرينس كتيره قوي وحلوه، وفي افريقيا هم لعبهم مختلف عننا يعني. بس فالموضوع ده اكيد فرق معايا قوي في طريقي في البالي. لعبت طبعا بطولات العالم بالنسبه لي هي حاجه احلى كتير، هي حاجه مش بتتلعب كتير يعني، هي احنا في الفيرست تيم مش بنوصل لها كتير، بس في الناشئات وفي الشباب بنوصل لها. فهو يعني غالبا التوتال البطولات اللي بتلعبيها في حياتك بتبقى بطولتين عالم، فدي حاجه طبعا كبيره قوي، حلم لاي حد بيلعب بالي. فالحمد لله يعني ان انا وصلت لها، طبعا دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، وادتني خبره حلوه قوي يعني.
رساله احب اوجهها لها، انت لعيبه مميزه في مصر وكملي على كده، وربنا يحميكي، والاصابه اللي جات لك ان شاء الله مستواك هيزيد وهيعلى وهتبقى احسن من الاول بكتير. توفيق ربنا ان شاء الله. وحاطين ان شاء الله ان انا اول خطوه بالنسبه لي ان انا حطيت رجلي في الفيرست تيم وبدات ابقى موجوده معاهم ان شاء الله واحده واحده، والفتره اللي جايه ابدا ابقى اساسي ان شاء الله، اخد فرصه وابقى اساسي، ومنتخب برضو بالنسبه لي ان انا ابقى اساسي، واكيد اي حد بيحلم بفرصه الاحتراف. خليفة قبل ما تبقى صاحبتي وكابتن فرقتي في النادي وكابتن فرقتي في المنتخب، هي بجد اقرب واحده ليا من صحابي يعني هنا، هي اكتر بني ادمه انا وهي في الهزار، حتى لو في معسكر او في ماتشات جد او كده احنا بنكون عارفين نركز كويس، مع في نفس الوقت هي بيكون عندنا في الهزار كده ما نخرجش بره المود، بس في نفس الوقت احنا مش متنشنين او اي حاجه. اكتر ذكريات انا وميار دايما لما سافرنا اخر مره بطوله كاس عالم المكسيك مع بعض، معسكر الصراحه كان صعب جدا وتنشنه وكل حاجه، اكتر ذكريات لي انا وهي ان احنا كنا دايما الساعه 12 نيجي في اوضه نعمل عيد ميلاد بقى حفله اي حاجه ونفضل نرقص نقضيها كده، وبعدين ننزل تاني يوم الصبح الماتشات. هي ميار ميزتها ان هي كابتن فرقه، عارف يلم الملعب، عارف يلم الفرقه كلها، يعني مش واحده انت مش بتحبيها او تخافي منها، لا هي كابتن فرقه بتحبيها كاختك قبل ما هي تبقى كابتن فرقتك، فهي بجد شخصيه جميله جدا. ميار كلعيبه هي بتلعب سنتر بلوك، هي ما شاء الله يعني السنتر بلوك دايما بيتميز بان هو اقوى اطول واحد في الفريق واقوى واحد يعني، بس هي عندها ميزه غير القوه ان هي ذكيه، بتخلص الكور دايما بذكاء بلسات وكده مش بس قوه. بحبك اكتر واحده في الدنيا واكتر واحده في النادي الاهلي، وهي يعني طول الوقت هتفضل احلى كابتن فرقه ليا في النادي وفي المنتخب. ميار لعيبه مهمه جدا، من اهم اللاعبين اللي ليها يعني كده مركز في الفرقه، على طول شايلانا كلنا، عادي كلنا مع بعض يعني الحمد لله روح. هو احنا طبعا كله هزار وكلنا يعني هي بتحبنا كلنا وبتقعد تشجع فينا، ولو عندنا ماتش مهم بتقعد تتكلم معانا ولازم يعني ان احنا نركز، وبتقعد تدينا روح في الفرقه، وبرده لما بيبقى في وقت اكيد هزار لينا يعني اللي هو بنرفه كده، هي بتبقى من اساس يعني الفرقه اللي بتجمعنا وكده. بحب اقول لها ان احنا كلنا بنحبها وان شاء الله تكمل وتكون احسن وتحقق اللي هي عايزاه.